الشواقة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة، شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. بطريقة ذكية، بطريقة جديدة، وهذا المال ما يكونش واحد تعصب نمها في الهون، ولكن في نفس الوقت مع الانفتاح باش هاد الجينات تاعو ما يدخلو معنا في الملحون. هذا ما كنتمنى لكم المجيء، وان شاء الله نعطيو الكلمة تاعك باذن الله. سير هذاك الاحساب هي مشي دورا ويبان البرمان في كان حال حبيبو صدرني انتينا من كيف نزيد الصبر عقلي حيران شاكين حرمي شاكين حرمي من حرمي. أسمر احنا في فعالية دورة ديال مهرجان الملحونيات في أزمور، ويشرفني أنني أكون مستدعى من طرف اللجنة المنظمة. أنا فرحان حيت غادي نطلع لواحد لاسين اللي غيتلعب فيها الموسيقى اللي أنا كنديرها واللي باغي نديرها واللي كنخدم، والبروجي ديالي اللي هو من حجر الأساس من البروجي اللي مصاوب إن شاء الله اللي هو فن الملحون جديد. ان شاء الله كانت اغنيات ديال ما تفهم والو يلاه دابا واحد الشهر باش نزلات، ان شاء الله كاين حويجات خدامين عليهم، باقي ما عرفناش بالضبط شنو غادي نتليو وشنو غادي نوخرو، وحنا باقي كم في طور الاختيار. سر المرجان اغنيه ذكر الحسن كانت خرجت قبل المسلسل بشي 3 شهور، سمعوها وعجبتهم واتصلوا بيا ورحبتوا الفكره، والحمد لله العمل ديالهم كان عمل مشرف وحصد بزاف ديال الجوائز، وشرف لي ان اغنيتي تكون في عمل ضخم بحال هذا. ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.